السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك نعم فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. دلوقتي حضرتك بنتي حلف عليها 3 مرات بالطلاق، هي بتقول كده وهو بينكر، وراحوا الاثنين شيوخ، الشيوخ صدقوه هو وكدبوها هي. هي بتقول والله انا ما بكذب، وهو بيحلف على المصحف للشيوخ انه هو حلف 2 مرات، وبيقولوا لها روحي وهي مستحرمة، نعمل ايه؟ القول قول الرجل، القول قول الزوج، إلا إذا أقامت الزوجة البينات أو الشهود على ما تقول، وإلا فالقول قول الزوج، فإن رأته كاذبا أو فاجرا لها أن تختلع منه وتستعوذ ربها فيما ذهب من مالها، والله أعلم.